هي ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين، وبالتالي عندنا أمثلة ونماذج ناجحة في العالم العربي لاستثمار المعادن. وهذا أهمية مشروع رأس الخير، اللي هو يأخذ المعادن اللي الله أنعم بها علينا بدون جهد مننا تحت الأرض، نصنعها بدل ما نبيعها خام، نصنع منها منتجات وبعدين نبيعها. إحنا ورانا جبل والجبال كتير، وسبحان الله الجبال دي فيها ثروات، فإحنا هنا في جبل مهد الذهب في أمارة المدينة المنورة، اللي كنا ندرس زمان في الجغرافيا، وأظن كان مادة جغرافيا رابعة ابتدائي، سمعنا انه حيصير في اكشن وكذا، وحندخل وحنشوف الذهب باذن الله، وحتدونا سبايك. الان احنا متجهين للمنجم. المعلوميه ان احنا الان 1060 متر فوق سطح البحر. مفترق طرق يمين ولا يسار ولا طوالي؟ والله شوارع هذه هنا يمين ويسار. هنا في منطقه تروح للساوث، احنا الحين رايحين للنور. حفر اللي صارت في منجم معهد الذهب تتعدى 100 كيلو متر مربع من الطرق جوا الجبل، من الطرق داخل الجبل. فإحنا دحين مدينة داخل الجبل. اسم المنطقة، اسم الحي، اسم الحي، أحياء وشوارع. هذه غرفة اللجوء، في حال لا سمح الله صارت مشكلة برا في المنجم لأي سبب كان يلجأوا إليها. فهذه غرفة تسع 8 أشخاص، طبعا لما يقفلوا الباب خلاص، حتى لو ما في أكسجين تكفيهم لمدة 5 أيام، مزودة بأكل وفي جهاز إعادة تدوير الهواء، طبعا إضاءة، فيها صفارة الإنذار، جهاز لاسلكي، وفي تليفون للتواصل مع المكتب إلى أن يتم يعني إنقاذهم أو علاج المشكلة. حتى لدرجة في حمام، يعني لو صار انفجار بالأطنان فوقها حجارة أو شيء تصمت. غرفة اللجوء، الله يسلم الجميع. طبعا مهد الذهب ليس فقط ذهب، طلع فيه شيء غير الذهب. مهد الذهب إيش بيطلع؟ ذهب. بيطلع شيء غير الذهب كمان. ايش تتوقعي بيطلع كمان غير الذهب؟ في ذهب. في ذهب صح، بس ايش في كمان؟ فضه. بالضبط، معلومه برضه جديده، وبرضه معلومه جديده لي. ما شاء الله كل المعلومات جديده لك ولي. اولا قالوا لنا انه دائما ذهب معناه في فضه جنب بعض، اولاد عم دائما متجاورين، ففي يوجد هنا ذهب، يوجد فضه، يوجد نحاس. ليه الذهب أثمن من الفضة؟ لأنه الذهب أندر من الفضة. ففي مهد الذهب هنا النسبة بين الذهب والفضة 1:8 تقريبا أو 10. المعادن موجودة في كل شيء في حياتنا، من أول ما نصحى من النوم، السرير مصنوع من الفولاذ، ندخل الحمام، الأرض من الرخام والبورسلين، المراية من الفضة والسيليكا، معجون الأسنان حتى من ملح الفوسفات. لما نفطر علبة التونة هذه مصنوعة من الألومنيوم اللي هو أصلاً من البوكسايت، الملعقة من الكروم والنيكل، حتى الخس والخضروات تحتاج سماد فيه فوسفات، بوتاسيوم، مغنيسيوم، حتى الجوال عشرات المعادن داخلة في الجوال، نحاس.